في زيارة لسوبر ماركت جديدة اسمها سوبر ماركت فرح في لندن. طبعا انتوا لما تبدأوا من برا هتشوفوا الخضار ما شاء الله كلها فريش حلوة. بعدين لما تدخلوا السوبر ماركت هتيجي عند اليسار ما شاء الله هتيجي عند اللحوم. طبعا هم هنا بيستعدوا رمضان زي ما انتم شايفين القشطة والفول بسكوتات. نيجي هنا عند اللحوم هنا في فريتش ما شاء الله شايفين كيف نظيفة ومرتبة مقطعة وجاهزة للشراء. هنا كتف والفرخ كلهم يعني ما شاء الله الاحترازات الوقائية نظاف مرتبين. اللي احنا ما نستغنى عنها عصفر كمون ريحان نعناع. بعدين هذا الرقم اللي يجي فيه الدميجي اللي هي الحلويات التركية واللي يجي هنا على اليسار. هذا اول رو هتبدأ فيه الحلاوة والبسكوتات. هنا الخبز هذا قسم الخبز. طبعا حتلاقوا فيه كل شيء العيش الشامي العيش الحب الفطير مقابله بسكوت كريسب. هذا دحين في بداية فيرست رو. بعدين هنا يجي قسم البهارات. هنا بقسم البهارات حتلاقي كل شيء ما في بهار حيخطر على بالكم الا حتلاقوه. احنا على كله لسه في الجزء الخاص بالبهارات. انا دحين على يميني بهارات بعدين اجي هنا. طبعا انتوا لو جيتوا طلعتوا كذا الرو في يمين ويسار يعني على اليمين هنا مثلا في الحب والبرغل والبليله والفول. وطبعا الشركات تبعنا يعني شركات عربية معروفة. وهنا الزيوت السمنة يعني انت كأنك ايه في بلدة عربية. هنا الشوام ملوخية مجففة اللبنانيين سمنة ما في شيء يعني مش محتاجين زي لما كنا زمان لما نيجي مسافرين طالعين على لندن ايش كنا بنعمل. كنا بنعبي العربية كلها حاجات عربية عشان حاسين ان احنا حنيجي هنا هنكون في مقاعة. هنا الزيتون شوف المخللات ده كل اشكال المخللات تخطر على بالكم كلها. هنا بصي لسان العصفور والمكرونة والشعرية كل أنواع المكرونات تحت كده كل أنواع الدقيق والطحين زي ما بيقولوا. هنا الزيتون برضو معلب المخللات يعني هذا الكورنر كده خاص كده من أوله لآخره. هذا الكورنر كله مخللات وزيتون معلب. أنا دائما أغوص في القسم ده. هنا المكرونات وهذا قسم المكرونات تحت الدقيق. هذا الدقيق مرة حلو اسطنبول وان هذا مرة ممتاز لما تطبخوا به يعني بصوا حتى الدقيق كاتبين عليه حلال. تيجوا هنا عند الرز
طبعا كل الشركات للرز. طبعا فوق خالص لو تعوز تعمل قهوة في كنكات اشكال والوان. هنا طبعا كل الرز. واحنا خرجنا من قسم المخلل في باقي شوية مخلل. هنا كل الرز. تيجي هنا برضو مخلل. عارفين ان انا بحب المخلل. وحاطين لي في كل حتة مخلل. لازم حشتري. هنا تيجي قسم المعلبات. هتيجي تلاقي عندهم ما شاء الله فول وطحينة وتونة ومرتديلا ولانشون ورومي. وعلى الشمال نبدأ ايه نشوف ايه الزعتر العسل الطحينة المفتقة الزعتر كل شيء كل شيء ممكن يخطر على بالك ما حيفوت. حتى مغات بيبيعوا. شايفة هذا قسم المعلبات اللي هي ايه الأساسية. عندهم ما شاء الله كمان عندهم دبس التمر هذا يجنن مرة طعمه حلو. لو جربتوه مع الطحينة يعني يديكم قريب من العسل الأسود الأسود المصري تبعنا. هذا الروت تاني اللي ما دخلناه. تبدأوا فيه شربات رمضان دبس رمان الأشياء بتاعت البرجرات. عارفة هنا تيجي على الشمال القهوة. تيجي القهوة العربي والقهوة التركي والشاهي. من هيك البن بن معاه هيك سكر تحت. يعني ايه اسمه ايه قسم القهوة والشاي الأسود. شاي الوزة عندهم شاي الوزة. وزر وجر ذوق وزر شاي الوزة. شايفين شاي الوزة؟ حد عايز شاي الوزة معطر؟ مالك هتيجي عشان طبعا رمضان النيدو الحليب حليب الاطفال السريلاك تمور. طبعا رمضان كريم رمضان باقي الجزء ده كله تمور. رمضان جاي كل انواع التمور التين المجفف بصوا دي خاصة بشربات رمضان كله شراب الجلاب للأردنيين فراولة وللسوريين يعني الشوام بصفة عامة. احنا بنحب الفيمتو المانجو. بعدين تيجي هنا عند الفريزر كل حاجة بقى في الفريزر. شايفين فوق كوسة مقورة بتنجان مقور اللي عايز بس ياخد ويحشي على طول جاهزة للحشي. ممكن تشوفوها من قريب. شايفين دي كوسة مقورة كوسة هنا بتنجان مقور. لما تنزل بقى هتشوف البامية صغيرة بامية كبيرة فول أخضر. يعني تقريبا مش محرومين من حاجة هنا كل شيء عندنا. دي الأشياء الجاهزة. تيجي نزول طبعا أدوات النظافة والتعقيمات والصابون الصابون البلدي. طبعا الخل طبعا هم ما عندهم عندهم الخل الابيض بس ما عندهم الخل الاسود اللي انا احبه. بس عندهم شوفي الخل الابيض كل انواع مية الورد. بس لما تكون عايزين نعمل الكحك موجودة ادوات الكحك بتاعت الطعمية. بس عندهم الليفة المصرية كل حاجة ممكن تلاقيها في هذه السوبر ماركت ما شاء الله. تيجي نازلة هنا عند التين المجفف البرقوق الفواكه المجففة كلها. شايفين الفواكه المجففة ما شاء الله. بتيجي على الشمال الأجبان. هتيجي تشوفي ما شاء الله كل أنواع الأجبان اللانشون ورق العنب. شايفة الرنجة طبعا هنا ايه
عارفين دي بسطرمة، يعني مش محتاجين تهربوا معاكم اشياء من مصر وانتوا جايين او من اي بلد في العالم. يعني انا مثلا انا بجيب حاجات احيانا من السعودية وحاجات من مصر، بس انتوا ما تحتاجوا ده كله لانه شوفي كله موجود، كله اسعاره على فكرة مرة اسعاره رخيصة. يعني هذه علبة بواحد 99 بنس، يعني مرة رخيصة ولا اي شيء. جبنا البيضة الحلوة، الألبان، الهوتدوغ، كلها شركات عربية. يعني اللي ما بيحبش ياخذ حاجات أجنبية حيلاقي الشركات اللي عندنا في كل بلدان العالم جايبين منها. القشطة، نيجي هنا عند القسم ده، المكسرات كلها حاجة، المكسرات شايفين الزبيب كلها ما شاء الله أسعارها خيالية، يعني 99 أقل من 1 باوند. بس اعطيه صوت اسمه وليد ابراهيم. حسابات ما شاء الله، يعني انت خارجه طبعا ما شاء الله الحاجات كثيره وكل في كل مكان، المويه اسعارها خياليه. تيجي هنا عند هذا الكورنر، شايفين ده كورنر برضو مع رمضان، ده كله استعدادات لرمضان. عايزين أراجيل عندهم، كل حاجة عندهم. يعني انت لما تيجي هنا ما راح تحتاجوا نهائي تعبي الشنط من عندك حاجات في زيادة عشان وانت مسافرة. خلاص حطي هدومك بس في الشنطة وتعالي. وصلنا عند الحساب. زي ما قلت لكم قبل كده لما تيجوا هنا ما تحتاج تعبي الشنط اكل من بلدك. تقولي بريطانيا حتموتي جوع، كل شيء حتلاقيه في السوبر ماركت. يحتاجوا يعبوا شنط اكل من البلد هناك، يجوا يشتروا من هنا.